أما عند المضايقة والضيق فلا بد أن يهاجر الإنسان الكريم ليبحث عن العيش الكريم، كما قال الشنفرة: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلام تعزل، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. نعم ولما بعث الله محمد صلى الله عليه الصلاة وسلم والسلام بمكة ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، وتألب عليه قريش وآذوه، وآذوا من آمن به، وقتلوا من قتلوا، وآذوا من آذوا، كان الإيذاء ينقسم إلى قسمين: إلى إيذاء بالأقوال وإيذاء بالأفعال. فاغتفر الإيذاء بالأقوال فلم يؤمروا بالهجرة بسببه، حتى كان الإيذاء بالأفعال فأمروا بالهجرة. نعم فكانت أولا الهجرة إلى الحبشة هجرتين، ثم بعد ذلك كانت الهجرة إلى إلى المدينة، المدينة وهي المنورة. الهجرة الكبرى التي أسست بها دولة الإسلام وأقام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدولة المباركة وأصحابه.